سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط مخططا أمنيا، وهذا بوضع جملة من الإجراءات والتدابير لتأمين هذا الحدث المهم عبر كامل اختصاص الدرك الوطني، وذلك بإقحام كافة الوسائل المادية والبشرية من أجل توفير الجو المناسب للتلميذ عن طريق تأمين المحيط الخارجي للمراكز عن طريق دوريات مستقلة وراجلة، وكذا تسهيل حركة المرور على طول المسارات والطرق المؤدية للمدارس ومراكز الامتحانات، بالإضافة إلى القيام بنشاطات تحسيسية لفائدة الممتحنين أمام مراكز الامتحانات، وكذا وحدات أمن الطرقات التي تضمن تأمين المسالك ومكان تواجد الممتحنين. هذه الإجراءات بالتنسيق الدائم والمستمر مع موظفي قطاع التربية عبر كامل إقليم الدرك الوطني بالأغواط. نحن كبلدية لقد قمنا بتوفير لإنجاح هذا الامتحان، لقد تم توفير النقل وكذا الإطعام بالنسبة للمؤطرين، ونشكر فرقة الدرك الوطني والحماية المدنية على المرافقة لإنجاح هذه العملية، وبالتوفيق للجميع. نوه بالدور الكبير لمصالح الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية على سهرهم وعلى قيامهم بواجبهم في تأمين هذه الأيام التي يجتاز فيها أبناءنا هذا الامتحان، فشاكرين لهم هذا الموقف وهذه الهبة. كما نشكر يعني مدير التربية التي سعت يعني جاهدة في التنظيم والسير الحسن لإجراء هذه الامتحان.